بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما، لعن الله من آذاك عنادا وهو يدري رضا الإله رضاك، أسخط الباري المهيمن فيك والرسول المختار في إيذاك، والله والرسول المختار في إيذاك، هل لهم قال أحمد اضربوها ولم يسمعوا أبوك فداك، اللهم قال أحمد اضربوها ولم يسمعوا أبوك فداك، كسروا ضلعك نفاقا وكفرا، والله كسروا ضلعك نفاقا وكفرا، عذب الله فاجرا أدماك، ولماذا مت لعمر قليل يا زهراء؟ شلون سؤال هذا؟ ليش 18 سنة؟ ولماذا مت لعمر قليل ودفنت بالليل في مثواك، انظري زينب اليتيمة تبكي، انظري زينب اليتيمة تبكي، ظلمة الليل حول غائبناك، انظري المرتضى يشيع جسما، انظري المرتضى يشيع جسما، وانظري البيت فاقدا لضياك، وانظري البيت فاقدا لضياك، يا ام البيت بعدك موحش البيت، يا ام البيت بعدك موحش البيت، ومكسورة قلب يا يما ظليت، كون الون يرد الراح وني طول الدغر ومصاب سويت، والله سويت، ظلت وين والون خفي، وين يا مال حسن وحسين خي، لما اندنت من عدها المنية وصت تندفن بالليل الأظلم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. لي الشرف أن أكون بين الأحبة لأول مرة في هذه المدينة الطيبة وفي هذا المكان الطيب، حقيقة أتشرف بالنظر إلى هذه الوجوه الكريمة الطيبة اللي أشوف بها علامات الصلاح والدين. أرجو من الله أن يعزكم ويحفظكم ويديمكم بالنبي وآله الطاهرين. الكلام عن الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء كلام كثير أيها الأحبة، حقيقة يعني مو أتكلم مبالغات، يو كلام خطابي بطابع حماس، يو كلام شاعري عاطفي، لا أبدا. الكلام عن هذه البضعة الزكية كلام كثير كثير جدا حقيقة، يعني لا يدري الإنسان من أين يبدأ ولا يدري إلى أين ينتهي في الواقع لما يتكلم عن سيدة كالزهراء سلام الله عليها. أقول لكم شيء، أئمتنا عليهم السلام في التراث الوارد عن المعصومين عليهم السلام قدوات وأسوات، مو فقط لمن جاء من بعدهم وإنما حتى لمن كان قبلهم، هم قدوة وأسوة له. شوفوا أقول لكم،
طبعا هسه هذا المعنى مو فقط على مستوى تراث الروائي الوارد في مصادرنا فقط، لا، هذا موجود حتى بكبريات هسه ما ادري شلون ابينها، اكو وقت يوم اكو بعض الكبريات واردة حتى في مصادر غيرنا نقدر نستفيد من هذا الأمر اللي سأبينه الآن إن شاء الله تعالى، وهو جميل ولطيف وطريف إذا الأحبة يبقون وياي الله يعزهم. بل حتى على مستوى القرآن الكريم نبينا وأئمتنا عليهم السلام خلقتهم النورية سبقوا الخلق، حقائق حتى على مستوى القرآن الكريم موجودة هاي الحقائق، مو فقط على مستوى التراث الروائي بل حتى على مستوى الآيات القرآنية هاي الحقائق موجودة، أنه أئمتنا سبقوا الخلق في عالم الأنوار. هسه بالدنيا آدم قبل نبينا، نوح قبل نبينا، إدريس قبل نبينا بعالم الملك، هذا شيء، ولكن أنا أتكلم عن عالم أول الخلقة، لا، أئمتنا سبقوا، السابقون السابقون أولئك المقربون، أئمتنا سبقوا. وعلى ذلك قرائن، استعبر عنها قرائن، شواهد قرآنية كثيرة، مش تتعبر عبر منها، مثلا نبينا صلى الله عليه وآله القرآن يعبر عنا أول المسلمين، نوح أمرت أن أكون من المسلمين. يا أخوان قرآن بعد هذا ما يحتاج مصدر ومصدرك والجزء والصفحة، قرآن بعد. نوح أمرت أن أكون من المسلمين، إبراهيم وأنا من المسلمين، يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين، القرآن يحكي على ألسنتهم، صحيح ولا لحبه وياي لو مو ياي. أما نبينا صلى الله عليه وآله وأنا أول المسلمين، عود ليش يعني، ليش نوح أمرت أن أكون من المسلمين، ليش إبراهيم أنا من المسلمين، ليش يوسف توفني مسلما، ليش غيرهم من المسلمين، ليش نبينا أول المسلمين، هاي يا أولية أول المسلمين، يا أولية هاي، يا أولية هاي، يا أولية. أقول لكم قضية أخرى حتى تشوفون هذا القاعدة سول في حقائق قرآنية، بالحق أنزلناه وبالحق نزل، هذا مو عواطف لأنه نبينا محمد فإحنا نريد هيك نقول بمحمد، لا، نبينا ما يحتاج إحنا نجيب فضائل وهمية وننطيه إياه، ما يحتاج نبينا، ما يحتاج نبينا، فاق الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله، ما يحتاج إحنا نرتب له فضائل أبدا. أنا أسأل أخوة سؤال حتى نبقى بتواصل أنا وياهم، يعني مو بس أحكي والأخوة، أحب المجلس يكون جدي وواقعي حتى جايين نحصل فد حكاية أنا وياكم، فتشي نحصل نزيد عداد معلوماتنا إن شاء الله. نبينا حسب عالم الدنيا من النذر الأولى يوم من النذر الأخيرة، حسب عالم الدنيا، يعني احنا عندنا كم نبي؟ 124 ألف نبي، ذول الأنبياء كلهم نذر يوم نذر نذر. قبل شوية الأخ كان يقرأ أمامي قرآن، كنت أسمع أنا هناك بس أسمع الآيات، أنه كل أمة رب العالمين دازلها رسول، مضمون الآية اللي قراها، كل أمة لها رسول. ولقد بعثنا، آية أخرى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، ولقد بعثنا في كل أمة بالشرق بالغرب رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ماكو أمة خلت من رسول، هذا الرسول مرة نبي، هذا الرسول مرة إمام. في روايات أهل البيت، وهي المسألة مهمة، في روايات أهل البيت أقول ذلك يعني بالاطلاع على الروايات مو من جيبي، في روايات أهل البيت عنوان الرسول بعض الأحيان يطلق على الأئمة مو أنبياء، الله أرسل الملائكة رسل يوم رسل، ها القرآن يقول عن الملائكة رسل، يعني أنبياء لا، يعني دازهم بمهمة معينة. الأئمة بعض الأحيان في بعض الآيات أئمتنا، مثلا الآية اللي تقول إذا الأحبة ما عافوني، أنه مضمون الآية فكلما جاء، أو نصها فكلما إذا جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، القرآن الكريم يقول ينقسمون الناس إلى فريقين تجاه الرسل، يو استكبرتم يو شنو يو تقتلون،
هنا في روايات أهل البيت في برهان سيد هاشم البحراني راجعوا في ذيل الآية يقول أفكلما جاكم رسول يقول الإمام الصادق يقول إمام لو تتكبرون عليه لو تقتلوه. أمتنا ايش قالوا يعني؟ مو هذا عنوان الرسول مرة للأنبياء، بعض الأنبياء رسل، مرة ملائكة، مرة الإمامة. هسه تقول لي شلون أفرق هذا هنا نبي هناك إمام؟ لو وارد عن المعصومين عليهم السلام حسب السياق مال الآيات، القرائن الحافة وغير ذلك، نقدر نكتشف نعرف هذا عنوان رسول هنا ملك يو نبي مثلا، هو سياق الآيات يدلنا على ذلك، القرائن الحافة غير ذلك نعرف من خلالها. أحب عافوني لو ياي زين. الخلاصة نبينا حسب 124,000 نبي بالبداية يو بالنهاية حسب عالم الدنيا، بالنهاية بعد ليش تخاف؟ بالنهاية القرآن الكريم يقول عن نبينا هذا نذير من النذر الأولى. يجي السؤال يا نذر أولى، نبينا حسب عالم الدنيا نذير من النذر الأخيرة، هو نذير وعلي بن أبي طالب نذير، الحسن نذير، الحسين نذير، مو هالشكل يا لا، الإمامنا المهدي الآن هم نذير، أكو نذر نبوة وأكو نذر إمامة. هسه تقول لي هذا نذير يطلق على الإمامة وبعض اللي جزم ربنا عن رواية في تفسير القمي في ذيل قوله تعالى إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، سورة المدثر في تفسير القمي إنها، أكرر حتى المعلومة اللي أقولها أعطي مصدرها حتى الإخوة يكونون على ثقة، تفسير القمي وهو من أقدم تفاسيرنا الأثرية في ذيل قوله تعالى في سورة المدثر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر قال فاطمة، نذيرا قال فاطمة، راجعوا تفسير القمي في ذيل الآية إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر قال فاطمة نذيرا للبشر، وهي إحدى الكبر اللي النبي حصلها بالمعراج، لقد رأى من آيات ربه الكبرى في سورة النجم، واحدة من هاي الآيات الكبرى اللي شافت تفاحة اللي أكلها والموجودة في مصادرنا ومصادر غيرنا غير الشيعة أنه النبي أعطي تفاحة في معراجه وصارت منها فاطمة، إنها لإحدى الكبر نذيرا قال الصادق في تفسير القم فاطمة نذيرا، اعلموا أني فاطمة. هاي عناوين مرة تطلق على النبي تطلق على الإمام تطلق على الآخره، التفتولي زين. هذا نذير من النذر الأولى، يا أولية هاي أولى يا أولى، أو أنا أول المسلمين، هذا نذير من النذر الأولى يا أولى، أنت بعالم الدنيا من النذر الأخيرة، أنت وذريتك 14 واحد من النذر الأخيرة مو الأولى، شو القرآن الكريم يقول الأولى، هاي يا أولية، هاي أولية أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر أحسنتم ثم خلق منه كل خير، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين في الرواية الشريفة، أنا نبي وآدم بين الماء والطين وأنا نبي. أقول هاي الحقائق مو فقط على مستوى التراث الروائي موجودة في مصادرنا ومصادر غيرنا، حتى هاي على مستوى الثقافة القرآنية موجودة، خلق النبي وآل بداية الخلقة على مستوى الثقافة القرآنية موجودة، وعلم آدم الأسماء كلها يا أسماء، بعدين يقول ثم عرضهم ضمير العاقل الشاعر ثم عرضهم عنه فقال انبئوني بأسماء هؤلاء، موجودات حية عاقلة شاعرة، من ذول أخو؟ من ذول؟ هاي الحقائق موجودة حتى على مستوى القرآن، بل في سورة آل عمران أنا دائما أقول على المنبر هاي الحكاية هاي الكلمة، مولانا في سورة آل عمران أكو آية لرسول الله صلى الله عليه وآله، لو لم يكن في رسول الله إلا هذه الآية لفاق بها الأولين والآخرين،
ولكان بها سيد ما عدا الله، يعني سيد عالم الإمكان. بس هاي الآية لو لم يرد في نبينا إلا هذه الآية في سورة آل عمران لفاق بها الأولين والآخرين. آدم فمن دونه إلى يوم القيامة، بس آية واحدة في سورة آل عمران، أقول حقائق قرآنية، آية مرعبة مخيفة، يقام لها ويقعد، متخمة بالأسرار والمعارف، غاصة بالأسرار والمعارف. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، الله أكبر الله أكبر، شنو من آية هاي اللي أمير المؤمنين بنهج البلاغة يقول عن نبينا مأخوذا على النبيين ميثاقه، هكذا يقول باب مدينة العلم في خطبة من خطبه برسول الله، والخطبة مدرجة في نهج البلاغة. الشريف الرضي قالها بنهج البلاغة، رجعوا اللي عنده الآن بحث النقالة يكتب مأخوذا على النبيين ميثاقه مشهورة سماته، تطلع الخطبة الآن أمامه. هاي مأخوذا على النبيين ميثاقه ناظر لهاي الآية، علي بن أبي طالب قاعد يخلي سهم سهم على هاي الآية، مأخوذا على النبيين ميثاقه. علي بن أبي طالب يقول القرآن شنو يقول؟ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. طبعا لعلم الأحبة بذاك العالم رب العالمين كان عنده ميثاق عام وعنده ميثاق خاص. الميثاق العام وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ضريتهم كذا، ألست بربكم؟ قالوا بلى. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا ميثاق عام كل إحنا خضعنا له، أنت خضعت له وأنا خضعت له، كل إحنا البشرية من آدم اليوم القيامة خضعت لهذا الميثاق، كل إحنا. أئمتنا يقولون ولولا ذلك الميثاق لما عرف أحد ربه. التفتولي باوعولي زين زين يا آل رسول الله شلون هذا؟ قالوا طلع البشرية اليوم القيامة على شكل ذر، وهذا الذر نثر في الهواء وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا يا ابن رسول الله زين هذا الذر يفهم؟ قال نعم. وضع فيهم ماء إذا سألهم أجابوا. هذا الحكي قاعد يشيك إياه كله روايات واردة عن معصومين عليهم السلام، دشوف زين. هذا ميثاق عام وأكو ميثاق خاص. الميثاق الخاص رب العالمين عزل مجموعة من خلقه، أولهم آدم آخرهم عيسى ابن مريم، قال لهم انتوا صيروا منا من هاي الخلائق، انتوا صيروا منا، انتوا أكو عندي شغل وياكم خاص، انتوا عندكم قابليات ما موجودة بذولة، فأريد أحملكم مسؤوليات تتلائم مع قابلياتكم. حكي دقيق قاعد أقوله، التفتوا له الله يجزيكم خير. شنو يا رب المسؤوليات اللي تلقيها على عاتقنا بسبب قابليات فينا؟ قالهم أنا أريد أعرض عليكم أمرين، إذا قبلتوهن أنطيكم أمرين. تعبير آخر نعقد صفقة أنا وياكم. قالوا له شنو يا رب الأمران؟ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. ذن الأمران اللي أنطيكم إياهن. طبعا من يقول كتاب أنزل عليكم كتاب، يعني بالنتيجة حكاية سهلة تصورون؟ ليش ما تجاوبني؟ سهلة؟ خلي أوضح لك شلون مو سهلة، بس باوعي خلي أوضح لك شلون مو سهلة. داود رب العالمين ألان له الحديد يوم ما ألان له الحديد؟ ألان. داود كان عنده فصل الخطاب يوم ما عنده فصل الخطاب؟
داود الجبال والطير كان يسبح بتسبيحة لو ما السبح السبح. هاي كلها معاجز وكرامات تدل على مقام داود والآخر. لكن رب العالمين لما راد يبين فضل داود بين فضل داود بذني وبشيء أعظم من ذني. بشيء أعظم، شنو هو الأعظم؟ قال آتينا داود زبورا. الزبور يعني كتاب أو مو كتاب؟ كتاب. إعطاء داود الكتاب أعظم من إعطاء ما ذكرت قبل قليل وغيره. الله أنزل على داود كتاب، مع أنه أئمتنا قالوا عن كتاب داود اللي هو الزبور، قالوا هو عبارة عن مجموعة مناجات وأدعية، مو أكثر من ذلك. مناجات وشنو؟ البعض يسميها مناجيات، البعض يسميها ما أدري يا هو الأصح، المعروف مناجات. أدعية كان بها، يعني التوراة أعظم منها، لأن التوراة كان بها مو فقط أدعية، التوراة كان بها حلال وحرام، التوراة كان بها عقيدة، التوراة كان بها أخبار ما سيأتي ما سيكون. إنجيل عيسى هم فيه ما فيه أكثر من الزبور، دلتفتولي. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب. يا داود أنزل عليك زبور، يا موسى أنزل عليك توراة، يا عيسى أنزل عليك إنجيل، يا إبراهيم أنزل عليك صحف. أحسنتم، إيه جواب صحيح، إبراهيم صحف إبراهيم وموسى القرآن الكريم يعبر، أنزل عليك صحف وأنطيكم حكمة. طبعا القرآن الكريم يقول عن الحكمة ومن يؤت الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فقد أوتي خيرا كثيرا. فأنا أنطيك كتاب، أنزل عليكم كتب سماوية، هاي الكتب كلها نور هدى فرقان بركات علوم معارف، وأنطيكم حكمة والحكمة خير كثير. في قبال ذن الثنيين أريد منكم أمرين، تعطوني أعطيكم ذني في قبال أمرين تعطوني. شنو يا رب نعطيك؟ قال لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. من هو هذا الرسول؟ من هو هذا الرسول؟ الطريف أول الآية وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ثم جاءكم رسول. لما يوصل النبي يعطي العنوان الأعظم الأفخم، يعني ما قال ثم جاءكم نبي وإذ أخذ الله ميثاق النبيين بعد ثم جاءكم نبي مثلكم، لا، أنتم نبيين لما تصيرون في قباله هو شي يصير رسول أكبر منكم. أنتوا تآمنون بي، هو مصدق باللي إجيتوا به. شو الفرق؟ إنسان يؤمن بشيء مو بالضرورة يعرف كل تفاصيله يحيط به. إحنا الآن نؤمن بالله وما نؤمن بالله، نؤمن بالله، معرفتنا بالله كاملة يولا ها؟ أكو واحد يدعي يقول معرفتي بالله كاملة؟ هو لا، نبينا يقول ما عرفناك حق معرفتك، نبينا يقول رب العالمين يقول ما عرفناك حق. الله محيط، إذا تعرف ذاته يصير محاط مو محيط. الله ما يحيط بخلقه، ذات الله ممتنعة المعرفة على الأنبياء والناس والأئمة وكل. ذات الله ممتنعة المعرفة على الجميع. احنا نؤمن به مو بالضرورة نعرف حق المعرفة. فانتو
تآمنون بمحمد مو بالضرورة تعرفون مقام محمد، أما محمد مصدقكم، محمد يعرف كل ما عندكم ويعرف كل مقامكم ويعرف كل ما نزل عليكم وزيادة عليكم، ولهذا هو مصدق أنتم تآمنون به. شوفوا المفردات لما إلهم شنو، لما النبينا شنو، شلون تتغير، نبي رسول مؤمن مصدق نفس الآية، بس شوف شنو بيها، لتؤمنون النبي ولتنصرنه، كلكم تحت رايته، كلكم تمشون خلفه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هاي هنا رب العالمين قاعد يحكي يا ناس عاديين يا أنبياء، ها؟ قاعد يحكي يا موسى كليمة، يحكي يا عيسى روحه، يحكي يا إبراهيم خليله، يحكي يا آدم صفوته، يحكي يا نوح نبيه. قال أقررتم، كلكم تمشون تحت راية محمد، كلكم على دين محمد، كلكم تمشون وراء محمد، تآمنون بمحمد، تنصرون محمد، موافقين حتى أعطيكم نبوة، حتى أعطيكم كتاب، حتى أعطيكم حكمة، موافقين؟ أخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا. لم يكتفي بقراءة، شوف الإيمان بمحمد شنو، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك، الدور صار تهديد ووعيد، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. آية 81 آية 82 بسورة آل عمران، تهديد وعيد إشهاد إصر، كله على شنو؟ على شنو؟ الإيمان بسيد الخلق. وما نزل كتاب ولا علم ولا نزل أي خير على أي نبي من الأنبياء إلا بوساطة إيمانهم بنبينا صلى الله عليه وسلم. وعرفوا شنو من نبي عدنا، أبو الزهراء. منو أبو الزهراء؟ بعد لا تستغرب الزهراء تبكي ليلا ونهارا فاطمة بعد النبي حتى تأذى، الرواية في البحار، شيء مو دقيق ما أقوله، شيء ما وارد بمصدر ما أقوله، ثقوا، رواية تأذي إذا جاز التعبير أهل المدينة من بكاء الزهراء موجودة في البحار. بعد هو العلامة المجلسي عن من ينقلها ما أدري، أنا ما متابع، بس هي بالبحار أنا قاريها. حتى تأذى أهل المدينة من بكائها، قالوا له قمنا بعد ما نعرف لأننا من أريد النام ما نقدر، هاي فاطمة تبكي. فبنى لها علي عليه السلام بيت الأحزان وقالها طلعي ابكي خارج المدينة. زهراء تعرف الأرض والسماء، أو الأرض من فقدت، زهراء تعرف الأرض من فقدت، فقدت سيد الخلق اللي سورة آل عمران هكذا يقول القرآن عنه. هسه أنا هذا الكلام كله جبته تدرون على شنو؟ أرد أقول نبينا وأئمتنا خلقتهم النورية قبل خلق الخلق، وتأسي الأنبياء وأوصياء الأنبياء واقتداءهم بهم، هذا مو فقط شيء وارد في تراثنا حتى في تراث غيرنا، بل هذه حقائق ثابتة حتى على مستوى القرآن الكريم، وجبت لكم بعض الشواهد من القرآن الكريم حتى هاي العقيدة تكون واضحة عندكم. إمامنا علي الهادي في زيارة الجامعة الكبيرة يقول خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إمامنا الهادي عليه السلام في زيارة الجامعة الكبيرة.
أئمتنا أسوات وقدوات مو فقط لمن جاء من بعدهم، وإنما حتى لمن كان من قبلهم في عالم الدنيا. أئمتنا كانوا نبينا وأئمتنا قدوة إلى وأسوة إلى. هسه تقول لي هذا كلامك شنو ربطه بالزهراء؟ أقول الآن سيأتي، الآن سيأتي، أنت بس شوي انطيني من صبرك، تحملني نص ساعة راحت إن المجلس بقالنا بمقدار ما. شوفوا أكو آية في القرآن تقول واذكر في الكتاب إسماعيل، شنو ميزته؟ إنه كان صادق الوعد. أئمتنا في رواياتهم قالوا هذا مو إسماعيل الحليم ابن إبراهيم. حسب الظاهر في القرآن أكو ثلاثة إسماعيل، إسماعيل ابن إبراهيم الذبيح، وإسماعيل اللي القرآن ما ذكر اسمه إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل آخر سورة البقرة. كتب التفسير تقول اسمه صموئيل أو شموئيل، وشموئيل أو صموئيل بالعبرية يعني إسماعيل بالعربي، هذا إسماعيل ثاني. إسماعيل ثالث صادق الوعد. أئمتنا قالوا هذا دعا قومه إلى الله، قومه جابوه ربطوه بمكان وسلخوا فروة رأسه ووجهه وهو حي. طبعا هاي المعلومة واردة مو برواية، بعدة روايات، والروايات بعدة أسانيد، يعني أسانيد متعددة والروايات كثيرة متضافرة يقوي بعضها بعضا، يعني ما واردة برواية واحدة يوب سند واحد يوب مصدر واحد، روايات كثيرة واردة بهذا إسماعيل بأسانيد متعددة. الاطلاع ومراجعة كل هذه الأسانيد يولد عندك اطمئنان بصدورها عن المعصوم عليه السلام. شو تقول الروايات؟ الروايات تقول هذا اللي قلته بخدمتكم، سلخوا فروة رأسه ووجهه وهو حي. الله أنزل له ملك من الملائكة قال له قل لهذا النبي عبدي أنه إذا يريد العذاب ينزل على هؤلاء ننزل العذاب، أمر العذاب بيده، لأن ذولا أهانوا هذا النبي إهانة بليغة يعني وآذوه. واحد وهو حي يسلخون فروة رأسه ووجهه، شنو من قسوة هاي؟ شنو من غلظة هاي؟ فنزل عليه الملك وقال له يا نبي الله الأمر كذا وكذا، أنت بس أمرني الآن العذاب ينزل، ما نخلي أحد يبقى في هاي القرية. الروايات تقول فقال هذا النبي اللي هو إسماعيل صادق الوعد واذكر في الكتاب إسماعيل، الروايات تقول فقال لي أسوة بما يصنع بالحسين. هسه تقول لي وين مصدر هاي الرواية؟ طلع عليها صدق هيك مثل ما تقول روايات بأسانيد متعددة، القي نظرة على برهان سيد هاشم البحراني في ذيل قوله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، البرهان في تفسير القرآن للسيد هاشم البحراني، راح تلقى روايات كثيرة في هاي الآية الكريمة اللي تقول هذا المعنى اللي قلته بخدمتكم. قال لي أسوة بما يصنع بالحسين. طبعا هذا النبي بعالم الدنيا جاي قبل الحسين وبعد الحسين، قبل الحسين، ومع ذلك كان يتأسى بمن؟ بالحسين اللي بعده ما مولود في عالم الدنيا. المعروف عند الناس أن الأسوة والقدوة في حياته الناس تتأثر بيه وبعد مماته، أما قبل ولادته الناس تتأسى وتقتدي، هذا هو ما صاير، ما صاير هذا بس بنبينا وأئمتنا عليهم السلام. هذا فد رقم خلي يمك، أنطيك رقم آخر حتى أجي للزهراء بسرعة وأروح للمصيبة. الرقم الآخر في كتاب كامل الزيارات لابن قولويه، وابن قولويه أستاذ شيخ مشايخ الشيعة. ما أدري الإخوة ببالهم فكرة من هو شيخ مشايخ الشيعة المفيد جزاكم الله خير، أهل وعي يعني، هاي الواقع يعني من خلال الأجوبة قاعد أكتشف الحضور أهل وعي أهل علم أهل معرفة، تربية مجالس، الله يزيدكم علما تقوى ورعا بصيرة معرفة بالنبي وآله.
شيخ مشايخ الشيعة هو الشيخ المفيد بلا منازع. الشيخ المفيد فد اسم ثقيل بتاريخ الشيعة للإنصاف. دلقة يعني فد اسم ثقيل الشيخ المفيد مو سهل يعني. بحيث أنا شفت أحد علماء الجرح والتعديل بالنسبة لغيرنا، واضح لغيرنا شنو أقصد يعني؟ حكي واضح بعد أنا ما أقدر يعني أدخل بال. شفته يقول وفي هذه السنة مات المفيد وكفى الله المسلمين شره. قلت له طبعا كفى الله، إنه كان قاعد لهم ركبة ونص رحمة الله عليه، وكلها صايحة منه الغوث على قوة الحجة مالته وقوة الأدلة مالته، فيهلهلون سنة وفاة المفيد فرحانين يعني. شو لو شوف شي كتبون كفانا الله شره، خلص الله الناس من شره. شيخ المفيد فد اسم ثقيل. شيخ المفيد أستاذ السيد المرتضى اللي أخذ زعامة الحوزة من بعد المفيد، والسيد المرتضى أستاذ الشيخ الطوسي اللي أخذ زعامة الحوزة من بعد المرتضى. وطبعا مفيد مرتضى قسم من مرجعية الشيخ الطوسي. الحوزة وين كانت؟ في بغداد. وبزمن الشيخ الطوسي لما صارت مشكلة طائفية في بغداد وأحرق وألقيت مكتبة الشيخ المفيد بدجلة، انتقل الشيخ الطوسي إلى النجف، والحوزة إلى الآن بفضل الله تعالى ولطفه في النجف الله يديمها ويعزها ويحفظها بالنبي وآله الطاهرين. فترة انتقلت البابل للحلة أيضا ورجعت للنجف وهكذا. ابن قولويه أستاذ المفيد، أستاذ المفيد. ولما تزورون حرم موسى بن جعفر عليه السلام، الغرفة اللي الحجرة اللي بيها قبر المفيد، عادة الأحبة يقرون فاتحة من يروحون يزورون الإمام الكامل، يقرون فاتحة للشيخ المفيد. بهاي الحجرة أيضا أستاذ المفيد هم مدفون، ابن قولويه هم مدفون، مو بس المفيد، ابن قولويه هم مدفون بنفس الحجرة. يعني الأستاذ وتلميذه موجودان في هذه الحجرة بصف قبر الإمامين عليهم السلام. الله يرزقنا زيارتهم إن شاء الله تعالى وشفاعتهم، زيارتهما وشفاعتهما إن شاء الله. رواية في كامل الزيارات لابن قولويه، وابن قولويه أستاذ الشيخ المفيد. ابن قولويه شلون الصدوق يعبر عنه بالشيخ الأقدم، بالشيخ الأقدم مثل الصدوق. النبي خاطب الحسين يقول الإمام علي التردد مني، العبارة موجودة في كامل الزيارات، هذا لا نقاش فيه متأكد. أما النبي يقول له، الإمام علي يقول له هنا التردد مني، المطالعة قديمة شوية ناسي. لو النبي يقول له والإمام علي يقول له للحسين، يقول له أنت أسوة قدما يا أبا عبد الله. أنت شنو؟ أسوة شنو؟ قدما. قدما يعني بعد ولادتك وقبل ولادتك الأنبياء كانوا يتأسون بصبرك و يعني جلادتك، قوتك، شجاعتك وغير ذلك، يتأسون بذلك قبل ولادتك. أنت أسوة قدما يا أبا عبد الله. تقول لي الزهراء هنا شنو هسه؟ هذا حكيك جاء، انا اقول لك شنو الزهراء. ائمتنا قدوات اسوات قبل ولادتهم، الامام المهدي في توقيع من توقيعاته يقول ولي في ابنه رسول الله اسوه. هسه عرفت الكلام على شنو جبته يوم ما عرفت؟ ائمتنا من زمن ادم يقتدون بهم الأنبياء أوصياء الأنبياء. أنت أسوة قدما، لي أسوة بما يصنع بالحسين. هؤلاء أئمتنا اللي هم قدوات من أول الخليقة، واحد منهم وهو الإمام المهدي يقول الأسوة مالتي فاطمة الزهراء، يعني أسوة الأنبياء وأوصيائهم، يقول أنا أتأسى بمن؟ بفاطمة الزهراء. زين شنو فاطمة الزهراء اللي الإمام المهدي يقول ولي في ابنة رسول الله أسوة؟ طبعا هذا ولي في ابنة رسول الله أسوة نص ما ورد في
في التوقيع الشريف الصادر من الناحية المقدسة في زمن الغيبة الصغرى عن طريق أحد النواب الأربعة. مقام الزهراء شنو؟ واحد من الأئمة اللي الأنبياء من أول الخليقة يتأسون بيهم يقول أني أتأسى بالزهراء. زين إذا كان مثل الإمام المهدي يقول ولي في ابنة رسول الله أسوة، أنا وياك شو نقول؟ نساءنا شو تقول؟ نساءنا شو تقول؟ الحكي ما قاعد أسولفه روتيني، يعني احنا متعودين الشيعة من صغرنا نحضر مجالس ونطلع، لا والله مو هالشكل. قاعد أسولفه حتى يرتب أثر حقيقي على واقعنا بالشارع. إذا مثل الإمام المهدي يقول ولي في ابنة رسول الله أسوة، أنا وياك شنو نقول؟ نساءنا شنو تقول؟ شلون كنت تتأسى بالزهراء مثلا عليه السلام؟ شلون؟ وايد يحتاج شغل، وايد يحتاج شغل. قريت رواية اتقاضت الزهراء والإمام علي يم النبي، قالوا له جايك على فد قضية نريد تحكم بيناتنا، ومنو أعدل من محمد حتى يحكم؟ منو أعدل من محمد؟ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. هاي داود يحكم، شون سيد داود وسيد الأولين والآخرين. النبي قال لهم تفضلوا، تفضل يا علي، تفضل يا زهراء، شنو رايدين؟ قالوا له مهام البيت شلون نقسمها بيناتنا يا رسول الله؟ قسم لنا مهام البيت بيني وبين فاطمة الزهراء، قسم لنا المهام بيناتنا حتى كل من يعرف شغله وكل من يؤدي وظيفته ويؤدي واجبه. هاي من يسويها بينا؟ من يقبلها بينا؟ ولكم في رسول الله أسوة، علي لكم بي أسوة، فاطمة لكم بي أسوة، المهدي يقتدي بفاطمة، يتأسى بفاطمة، إمام زماننا يقول ولي في ابنة رسول الله أسوة. المهم شوف بالله بس هذا في الدرس يجي الرجال وزوجته للنبي يقول له قسمنا مهام العمل يا رسول الله، أنا ما أريد أكلف فاطمة أكثر مما تحتمل وأكثر من طاقتها، أنا شنو واجباتي فاطمة؟ شنو واجباتها؟ مهامي مهامها حتى كل من يؤدي وظيفته بالبيت. النبي صلى الله عليه وآله قال له، طبعا أكو عدة روايات من هذه الروايات، قال له يا علي الشيء اللي يكون خارج الباب عليك، والأمور اللي تكون خلف الباب مال البيت على فاطمة. النبي هيك قال له، فاطمة تقول تداخلني من الفرح ما لا يعلمه إلا الله لما سمعت أبويا هيك قال، فرحت فرحة بس الله يدري قد فرحت. ليش يا بنت رسول الله؟ تقول والدي جنبني ملاقاة الرجال. قال لي شغلك خلف الباب وعلي خارج الباب، خلصني من أن أكون شنو بين الرجال، جنبني ملاقات الرجال. هاي أكبر فرحة كانت عندي بس الله يدري بيها، أنه أخلص من أماكن الرجال، أقعد ببيتي وأدي واجبي ووظيفتي، أحفظ أولادي أربيهم. مو معنى هذا المرأة سيقول واحد يقول تبعتكم هالعقليات، لا مو معنى المرأة ما تطلع يو كذا يو شي، لا إذا تطلع عندها وظيفة معينة بس محافظة على خصوصيتها، محافظة على حجابها، محافظة على عفتها، محافظة على وضعها الخاص، مشكلة. أما تقعد تسولف ويا هذا وتضحك ويا ذاك وتكهكه ويا ذاك، ايش يبقى بعد؟ ايش يبقى لها من خصوصية كامرأة بعد؟ ايش يبقى لها من خصوصية بعد؟ ايش يبقى لها يعني؟ ايش يبقى لها؟ حلو واحد يصير واقعي.
دروس هاي كلها دروس دروس. مثلا من الروايات، والله شفت رواية وسمون النبي قال له التعليق خارج البيت وفاطمة عليها البيت وشغل البيت. والله في رواية الإمام علي يقول دخل علي رسول الله، بالنص أقرأ لكم إياه، دخل علي رسول الله وأنا أنقي العدس. نص الرواية شهد الله أمير المؤمنين يقول وأنا أنقي العدس. شنو يعني أنقي العدس؟ هذا يعني أطلع مثلا الجيد من الكذا إلى آخره. يعني الإمام علي حتى شغل البيت هم كان شنو؟ الشغل الملقى على عاتق فاطمة هم كان هو شنو؟ يشارك الزهرابي، يساعد الزهرابي أمير المؤمنين، كان يساعد الزهرابي. في رواية أخرى كان يحتطب أمير المؤمنين عليه السلام، وأكو بيها تعبير الرواية لعله ناسنا ما يستسيغوا أو ما يقبلوا أو بعضهم ما أصلا ما يقبله. لكن رواية أنا مسؤول، تقول لي بكرة أجيب المصدر وياك، أجيب المصدر وياي. علي كان يحتطب وكان يكنس الدار، يكنس نص الرواية، وكان يكنس وكان يزجر التنور، يعني التنور حار ما يريد الزهرات توقف على التنور تتأذى، هو يزجر التنور، هي تعجن وكذا وكذا وكذا. بيت مثالي، بيت مثالي، كل مبادئ كل قيم كل. بالنتيجة احنا ذولا ولكم في رسول الله أسوة، فاطمة بضعة مني، أمير المؤمنين أنفسنا وأنفسكم، ذولا قدوتنا ذولا أسوتنا. احنا وضعنا بيوتنا ترتيبنا كون يصير بهذه الثقافة بهالشكل هذا يا إخوة، مو أنا أخلي القدوة مالتي شاب طالع بالتلفزيون ممثل يو ما أعرف شنو يو ثقافتي غير ثقافتي يو وضعه غير وضعي يو موروث الاجتماعي غير موروثي، على شنو؟ أنا عندي تراث يمثل سيد الكائنات محمد، اللهم صل على محمد وعندي تراث أمير المؤمنين سيد الخلق بعد رسول الله، وعندي تراث فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وعندي حسن وعندي حسين وعندي أئمة 9 من أولاد الحسين، وعندي على شنو بعد هذا وذاك وكذا. أنا ذولا قدوتي ذولا أسوتي، هاي ثقافتي، هذا وجودي، هذا كياني، هاي هويتي، أنا هويتي ذولا، أنا كشيعي هويتي هؤلاء مو غيرهم، هؤلاء وأولادهم الطاهرين. أنا هويتي علي الأكبر، العباس هويتي، القاسم هويتي، خصوصا ذولا شبابنا اللي قاعدين بالمجلس، هاي هويتنا إحنا، لا يمسخون هويتنا. المهم هالبيت هذا المثالي المال نظير بالدنيا، بيت الجمال، بيت الأخلاق العظيمة، بيت الدين، بيت كانت تقف على أطراف أصابعها تصلي حتى تورمت في الرواية الشريفة، مثل ما النبي صار بي صلى الله عليه وآله زار عبادتها. هذا البيت يموت النبي اليوم يهجمون عليه ثاني يوم يحرقون بابه الشكل هذا، ويخلون الزهراء معصبة الرأس يغمى عليها بين الساعة والأخرى، هي تقول كيف أحمل وقد صرت كالخيال وقد جف جلدي على عظمي، هي تقول مر 18 سنة تقول جف جلدي على عظمي. ليش جف جلدي؟ شنو صار؟ مر 18 سنة عمرها شابة، يعني عمر ورد هذا، شنو جف جلدي على عظمي؟ شنو صار؟ يا بس غاب شخصك يا ولينا، أحب هالأبيات هاي، يا بيا ولينا يا ولينا علقة رواية الشر علينا، يا بعلينا إجانا الصغاك وشياطينا، ويوم حطبهم شايلين أنا ليه طلعت والهو حزينة. إيش قلت له؟ قلت له إيش عندك جايلين وكل يوم قلبي مروعين،
شلون حكي مؤلم. يا بك اليوم قلبي مروعينه، ومن شافني المشرج بدينا ردني وسطر خد بيمينه. يا بردني وسطر غد بيمينه، بسد الباب من يحكي سمعته، الرجس جتال للمحسن عرفته. لذت بالباب لكن ما فتحته، عصرني وكسر ضلوعي بعصرته. يا خايب ليش للمحسن كتلته، للمحسن كتلته. شنو اقرا عليك يا ام الحسن والحسين؟ عبود غفلة امير الشعراء يقول اغي الباب وفتك بسمارها، ما لواها عمل قلب نجار. يا بليش يا النجار ما عندك حساب، تترك البسمار طالع ورا الباب. لو دريت بيا صدر خلف صواب، صدر روح المصطفى مختار. بعد شي يقول باب من نجذوع وذجيلة وزن، ولو هو تعلقاع ترجن هرج. طبقت على ام الحسن طبق الجفن، وقام يعصرها الزنيم بحيل. يا بعصر بنت المصطفى وطق الضلع. ونبت بسمار الحقد ما ينشلع، واسقطت محسن الما تم امتسع، وصار من دم الصدر تغسيل. يا بعليك عليك عليك معودة ما نام وحدي. هاي زينب تقول يما عليك معودة ما نام وحدي، يمر الليل واني ايد على خدي. يا بيمر اللي الوانيد على خدي، وتفيض عيوني بالدمعة وتبدي، من راحة مش بعد عندي. والله من راحة مش بعد عندي، عليها من تصب الماي بهداي. شافت أبوها يغسل فاطمة زينب، تقول لعليها من تصب الماي بغدا، يخاف ضلوعها يلجي من الماي. وبعد آثار طقات الرجزاي، بصدر أمي أبويا خلف أنداي. هذا يوم زينب وضلع مكسور. أكو يوم ثاني يا زينب ركبت خيلها وقامت تهشمة، ولا خلت ضلع سالم بجسمه. يا باب جسمه بس خلت يزيل حسين دمه، وغار على الخيم وعليه غار. طلعت للخيول، انا اريد انشد الخيال المجبلين، اللعبت على ابن امي ميادين، بعد يون لو بطل حسين. والله بعد يون لو بطل حسين. فاطم لو